النهارده افتتاح الفرع الرابع للاهلي في التجمع الخامس. النهارده طبعا الافتتاح كان فيه شخصيات مهمه، على راسهم طبعا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، اعتقد يعني كان هو اكبر مسؤول، انا ما اعرفش مين راح تاني، ولكن اعتقد الدكتور اشرف صبحي كان موجود، وشخصيات عامه ونجوم النادي الاهلي القدامى وكلام من هذا القبيل. طيب النهارده كان يوم، يعني خلونا نبدا الاول نشوف الاهلي كان عاوز يعمل ايه. النهارده الاهلي عامل يوم الافتتاح يوم 1/6، يوم 1/6 محدش كتير خد باله من النقطه دي، ومحدش كتير خد باله من الكلام ده. النهارده 1/6 فهم كانوا عاوزين يعملوا زي تحفيل، يعني 6/1 يعني هم كانوا عاوزين يعملوها كده. وانا اعرف جيدا يعني مجلس اداره الاهلي دمه خفيف ولطيف، ناس ظرفاء يعني اعضاء ولكن ظرفاء، بيحبوا يعملوا الحاجات اللي هي بتعجب بقى الجمهور والتحفيل والكلام الحلو ده. فهم جم النهارده يحفلوا على نادي الزمالك، ردت في صدره قتلته على راي المعلم جابر الشرقاوي، رياح واعاصير ويفط وقعت، وناس النهارده تعرضت لمخاطر. اليوم النهارده زي ما انتم شايفينه كان عامل ازاي، افتكرت من اعمالكم سلط عليكم وعلى نياتكم ترزقون، على نياتكم ترزقون. فالنهارده بصراحه الاهلي يعني قعدت اضحك، النهارده عاوزين يحفلوا قامت ضربه في وشهم، انفجرت بالشفا. ولكن عاوز اتكلم على الاهلي، وهنتكلم بجد بقى، خلونا ندي الاهلي حق، ولو عندك كلام غير كده اعتقد مش هتقدر تقول كلام غيره. يعني النهارده شفنا طاهر ابو زيد، اعتقد محمود طاهر، ياسين منصور، كل الرموز بتوع الاهلي موجودين وبيحتفلوا وما عندهمش مشاكل مع محمود الخطيب، ولا محمود الخطيب بيغلط فيهم ولا بيشتمهم، يعني من الجانبين، يعني. طيب ده انا عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول لك اني انا محروم من الكلام ده في الزمالك، ما بشوفش الكلام ده في الزمالك. نادي الزمالك ولاده عمالين بيقطعوا في بعض، نادي الزمالك ولاده عمالين يخبطوا في بعض، رفع قواضي وبهدلة ويستنوا رئيس النادي عشان يتحبس يقوم يرفعوا عليه مش عارف ايه، بهدلة بهدلة في نادي الزمالك، بهدلة. ولا بقى تقول لي رموز، نادي الزمالك فعلا ما عندوش رموز، انما الاهلي هو اللي عنده رموز للامانة، يعني الاهلي هو اللي عنده رموز موجودين النهاردة وبيحتفلوا بالنادي الاهلي. دي برضه نقطة حبيت اتكلم فيها. عاوز اتكلم في نقطة تالتة، وهي ان محدش بقى يجي يقول زملكة الدولة، انتوا بتفتحوا الفرع الرابع واحنا مش عارفين نفتح حساب في البنك. تاني، انتوا بتفتحوا الفرع الرابع واحنا مش عارفين نفتح حساب في البنك، فمحدش يقول لي زملكة الدولة، انت اكبر رعاية بتاخدها، يعني نادي الزمالك ما بياخدش ربع الرعاية اللي انت بتاخدها، اكبر جماهير بتخش لك، اتحاد الكره تحت جزمتك، اتحاد الكره تحت جزمتك، رابطه الانديه تحت رجليك، يعني لجنه الاستئناف تحت رجليك، لجنه المسابقات تحت رجليك، كل الدنيا تحت رجليك، بتاخد فلوس وبتفتح فروع وبتاخد اراضي ومش بيتحللك مجالس ادارتك، ولا حد بيجي جنبك ولا حد بيقرب ليك، فما تجيش تقول لي زملكه الدوله، هذه دوله النادي الاهلي. تاني، هذه دولة النادي الاهلي، النادي الاهلي هو صاحب الكرة في مصر، النادي الاهلي هو صاحب الكرة في مصر، عشان بس محدش يجي يقول لي زملكة الدولة والكلام التعبان اللي احنا بنسمعه ده، هذه دولة الاهلي. محدش بقى يتكلم تاني على موضوع اصل الزملكة ومش الزملكة، النهارده الفرع الرابع والزمالك لسه واخد الارض بتاعته بتاعت الفرع التاني وهتنسحب منه، وعمال يعني رئيسه يتعزل ويمشي ويتحبس ويجيبوه ومحكمة إدارية وحجز على الحسابات، مرمطة مرمطة. نادي الزمالك ده اتمرمط بكرامة أهله الأرض، هقولها تاني، نادي الزمالك ده اتمرمط بكرامة أهله الأرض، فمحدش والنبي يقول لي زملكة الدولة. والنهاردة الأهلي بيفتتح الفرع الرابع بتاعه،
حلو حلو ده، بس كنت حابب ان انا اقوله، والنهارده كان يوم يليق بالنادي الاهلي، الرياح والاعصير يوم يليق بالنادي الاهلي، وجم يحفلوا على الزمالك، ردت في صدره ضيعته. طيب تعالوا بقى بينا ندخل على موضوع تاني، وهو ايه؟ عاوز اقول لك كلنا فرحنا واتكلمنا ان هيبقى فيه شكوى للفيفا وهنصعد للفيفا ورايحين للفيفا، على الفيفا رايحين زملكاويه بالملايين، وهنعمل الشكوى وجهزناها والمحامي الايطالي واستلم وعمل وسوى والكلام ده كله. الكلام ده كان بالظبط يوم السبت اللي فات، او يوم هو مؤتمر المستشار مرتضى منصور كان يوم ايه؟ اعتقد كان يوم الخميس اعتقد، يعني فكروني لان انا مش متذكر. المؤتمر كان يوم الخميس او يوم الجمعة متهيألي، مش فاكر، يا خميس يا جمعة يعني. فكلنا فرحنا وقلنا خلاص رايحين للفيفا. النهاردة الخميس، اسبوع اسبوع، ولسه الزمالك لم يقدم الشكوى بتاعته في الفيفا. يمكن الاستاذ معتز الشامي كان اتكلم برضو في بداية الاسبوع وقال يوم الاربع هطلع اطمن جمهور نادي الزمالك وهصارحهم ومش هخبي عليهم حاجة، لو الزمالك قدم الشكوى للفيفا بتاخد رقم هطلع اقول، لو الزمالك ما قدمش الشكوى للفيفا هطلع اقول لكم ومش هخبي عليكم حاجة. فانا منتظر النهاردة الاستاذ معتز يطلع يطمننا، لان هو امبارح كان اجازة، فمنتظر النهاردة هو اللي معاه الخبر اليقين، هل الشكوى اتقدمت ما تقدمتش، الزمالك راح ما راحش، طب فين شكوى شيكابالا بتاعت التنمر والعنصرية؟ مش هقول لك بقى شكوى المستشار مرتضى منصور، هو حر عاوز يرجع حقه بتاع كل شوية يتعزل ويروح ويجي، يتعزل ويروح ويجي، هو حر. ولكن انا بتكلم على نادي الزمالك بقى، اللي يهمني الشكوى بتاعت الفيفا والشكوى بتاعت شيكابالا، لسه لغاية دلوقتي الفيفا لم يصلها اي شيء من نادي الزمالك. اعتقد المحامي الايطالي هو اللي وصل له القصه يعني. فده بالنسبه للشكوى بتاعت نادي الزمالك واين شكوه نادي الزمالك. طيب عاوز اقول لك اني هندخل على الصفقات وممكن اخد سؤالين من اليوتيوب والفيسبوك. خلونا الاول ندخل نضرب الصفقات ضربة تقيلة، نضرب الصفقات صفقة جامدة. ايه هي الصفقات؟ هنمسك حراسة المرمى، هنمسك حراسة المرمى. حراسة مرمى نادي الزمالك فيها تغييرات الموسم الجديد، وده اللي قاله الاستاذ عمرو جبلة الصحفي بموقع كورة بلس. عمرو اتكلم كلام مهم قوي، عاوز يعني القي الضوء عليه. حراسة مرمى نادي الزمالك الموسم الجاي فيها تغييرات، زي ما انا قلت لكم قبل كده محمد عواد بنسبة كبيرة خارج نادي الزمالك الا اذا حصلت المعجزة ومحمد عواد قلل الراتب بتاعه. لو محمد عواد قلل الراتب بتاعه فمحمد عواد موجود في نادي الزمالك، محمد عواد ما قللش الراتب بتاعه فمحمد عواد شكرا مش هيكون موجود في نادي الزمالك. طيب محمد عواد هنفترض راح ونادي الزمالك بيجهز من دلوقتي بديل محمد عواد، هو مش بديل ولا اتنين، هما تلات حراس هيتم الاستقرار على حارس واحد فيهم، حارس واحد فيهم نادي الزمالك عينه عليه، بحيث يبقى الحارس ده موجود مع محمد نديم او احمد نادر السيد واحد منهم، زائد محمد صبحي الحارس الاساسي بتاع الزمالك في الموسم القادم. ده اذا راح العواد ومرضيش يخفض عقده، فنادي الزمالك عاوز بقى يجيب الحارس التاني، لان محمد نديم او احمد نادر السيد واحد منهم يبقى هو الحارس التالت. من هو الحارس التاني لنادي الزمالك؟ هو حارس من التلاتة، في منهم اتنين كانوا زملاء محمد عبد المنصف اللي هو مدرب حراس المرمى بتاع نادي الزمالك الحالي. الحارس الاولاني اللي كان زميل عبد المنصف في وادي دجلة وانتقل لغزل المحلة وهو الحارس احمد ميوب، والثلاث حراس اللي انا هقول لكم عليهم دول سنهم صغير،
فاحمد ميهوب حارس غزل المحله واللي كان بيلعب في وادي دجله قبل كده وكان زميل منصف مرشح لنادي الزمالك، والحارس الثاني وهو برضو كان زميل عبد منصف في انبي وهو عبد العزيز البلعوتي، نفس القصة برضو حارس صغير في السن وما عنده يعني سواء ميهوب يعني سواء احمد ميهوب او عبد العزيز البلعوتي ما عندهمش مشكلة انهم يكونوا احتياطي لمحمد صبحي. حلو حلو. فادي الحارس محمد او عبد العزيز البلعوتي، الاثنين دول عبد منصف اشتغل معاه وميال لواحد فيهم، هيختار واحد فيهم. الحارس الثالث اللي الزمالك برضه بدا يحط عينه عليه عمر رضوان، حارس مرمى طلائع الجيش واللي كان بيلعب في اسوان الموسم اللي فات. فعمر رضوان برضه من الحراس اللي الزمالك حاطط عينه عليه. فالثلاث حراس دول احمد ميهوب المحله، عبد العزيز البلعوتي امبي، وعمر رضوان هو الحارس الثالث اللي الزمالك في الاخر هيصفي، ومحمد عبد المنصف هيرشح حارس لأسوريو بحيث أسوريو برضو مع الإدارة يختاروا حارس الزمالك الجديد.